قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه. قالت لما نزل نطقها نزل نطق بها القارئ نزل وعندكم نزل وكلتاهما صحيحتان. لما نزل بضم النون لما نزل الضمير يعود إلى من؟ لما نزل يعني نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت. وضبط لما نزل أي الموت، وحكي لما نزلت أي المنية.